يعني أعرابي بسيط، ثقافته محدودة جداً. التقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله عظني ولا تطل، يعني كلمة وغطاها لا تطل. فقال فتلى عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال: كفيت. فعلق النبي الكريم على قوله فقال: فقه الرجل. ما قال فقه، فقه عرف الحكم، أما فقه أصبح فقيهاً. وأنت أيها الأخ الكريم وأنا معك، حينما نفهم أن كل سلامتنا وسعادتنا بطاعة الله، وأن كل شقائنا وهلاكنا بمعصيته، نكون فقهاء. لهذا كفى بالمرء علماً أن يخشى الله، وكفى به جهلاً أن يعصيه. يعني في مثل لكن حاد جداً، لو إنسان ثقافته محدودة جداً، راعي، التقى به سيدنا ابن عمر، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت، ما في حل يعني، وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: خذ ثمنها. قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه خاف من الله، وضع يده على جوهر الدين. وإنسان يحمل دكتوراه وله 200 مؤلف، إذا أكل المال الحرام أو اعتدى على أعراض الناس أو أخذ ما ليس له، يعد بنص هذه المقولة الرائعة جاهلاً. جاهل. كفى بالمرء علماً أن يخشى الله، وكفى به جهلاً أن يعصيه. يعني واحد سائق مركبة لا يقرأ ولا يكتب، لكن قبل أن ينطلق بها يكشف عن مستوى الزيت ويزودها بالزيت بشكل مستمر. وإنسان عنده مركبة يحمل دكتوراه بالميكانيك لكن نسي الزيت فاحترق المحرك، أيهما أعلم؟ في شيء عملي. فأنت حينما تستقيم على أمر الله تقطف كل ثمار الأمر.